عازب حالتي في حالة وابي عادي عشتي خالة عقبال الولد عقبالة يا ويله ما صعب حالة عازب حالتي في حالة وابي عادي عشتي خالة عقبال الولد عقبالة يا ويله ما صعب عازب حالة أمي حالة وابي عادي عشتي خالة عقبال الولد عقباله يا ويله ما صعب حالي يا به لا تغير طبعك في جوعك ولا في شبعك طول العمر وامي تبعك لمرك طايح طوالي يا نينو تمهل واسمع ربي قد سمح لي برباع سير اخطب لبابا وادفع واثبت طاعتك يا مالك سير اخطب لبابا وادفع واثبت طاعتك يا مالك عازب حالة امي حالة كتب كلمتها الشاعر المبدع الوزير العتمي أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم عازب حالتي في حالة وابي عادي عشتي خالة عقبال الولد عقبالة يا ويله ما صعب حالة عازب حالتي عقبال الولد عقباله يا ويله ما صعب حالي امسي في الزواج افكر واتخيل بعقلي واذكر موضوع افتحه واسكر دايم ملتزم في بالي فكرت استشير الوالد واحكي له بما انا شارد واني للزواج قاصد يكسر حالتي واحوالي رحت وقلت انا لك فاقد يا احلى واغلى والد شوف انك لحاله بارد حتى النوم ما قال لي ليش بارد يا ابني محنش في الشتاء لفيني ايش اللي تبغى صالحني ريح بالصراحه بالي قال لي ليش بارد يا ابني محنش في الشتاء لفيني ايش اللي تبغى صالحني ريح بالصراحه بالي قلت افهم كلامي ركز جهز مهر عذرا جهز لا فله ولا اشتي لك زد اجدي حالي يا تحلالي افهم غنيتي من فضلك لي عامين بغني لك اشتي لي زواجه مثلك زوجني مثل امثالي افهم غنيتي من فضلك لي عامين بغني لك اشتي لي زواجه مثلك زوجني مثل امثالي كمل نصف ديني كمل يا بهب الزواج العاجل زوج والله المتكبر يا الحد المنيع العالي قال اشتيك تعلم اني يا ابني عد نفسي اثني قلت الله كيف تستغني عن امي بسبب اموالي يا به لا تغير طبعك في جوعك ولا في شبعك طول العمر وامي تبعك لامرك طايح طوالي يا به لا تغير طبعك في جوعك ولا في شبعك طول العمر وامي تبعك لامرك طايح طوالي قال يا ابني تمحل واسمع ربي قد سمح لي بربع سير خطب لبابا وادفع اثبت طاعتك يا مالي يا نينو تمحل واسمع ربي قد سمح لي بربع سير خطب لبابا وادفع اثبت طاعتك يا مالي عازب حالة امي حالة وابي عادي يشتي خالة عقبال الولد عقباله يا ويله ما صعب حالي واختر قصتي واختنها في خير البشر واعظمها في قد امته والحمها صلوا على الحبيب الغالي